الجزائر من المنتخبات الصعب اللي هيكون المواجهة، خصوصا بعد ما الكاف أعلن أنه مباراة الإياب هتكون في ملعب التصنيف الأول. نعم. التصنيف الفرق مستوى الأول في التصنيف. احنا خلونا معليش نتقابلوا مع منتخب الكونغو أو منتخب غانا، ما في مشكلة. المهم نتفاداو المنتخب المصري، يعني كثرة المباريات مع مصر، يعني خلينا نبتعد شوي ونقابل في الأدوار. على رأي كابتن الناصر نتمنى أن المنتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر يبقوا موجودين هنا، وخدوا حافز اللعيبة، حتى لو اللعيبة دي خدت حافز، بالإضافة لأنه اللعيبة المنتخبات اللي ما تأهلتش وخرجت خلاص، أعتقد ده تعويض كويس ليهم إن هم لعبوا في ملاعب المونديال، شاركوا في مونديال العرب، وحصلوا على نفس الأجواء اللي هيحصل عليها العالم كله في 2022.